مجلس اتحاد الكوره، برحب بيك. استاذ شريف، ازاي حضرتك؟ برحب بحضرتك، برحب. الحمد لله. اخر كلام دلوقتي، هو الدوري مستمر ولا مش مستمر؟ لا، الدوري ان شاء الله باذن الله في ميعاده، بكره ماتش الاهلي في ميعاده زي ما هو ان شاء الله باذن الله. انا سمعت حضرتك دلوقتي، حضرتك بتقول ان كان في تصريحات متضاربه، فعلا طلع الاول الكابتن عزم الجهاد المتحدث الرسمي لاتحاد الكره وقال ان يعني في تاجيل للدوري بناء على الاحداث اللي حصلت، ولكن كان في اتصالات مع وزاره الرياضه ومع وزاره الداخليه، وكان في الحقيقه تمسك، ان حضرتك عارف احنا بنلعب الدوري اصلا بشرط وهو تامين الداخليه لماتشات الدوري. فالحقيقه تحت اصرارهم عملنا اجتماع النهارده وقررنا ان احنا ان شاء الله باذن الله مستمرين، وحصلت اتصالات النهارده مع الاتحاد الدولي لان في الزمالك هيلعب افريقيا هنا في مصر ان شاء الله، والاهلي، وعندنا لقاء زيمبابوي هنا اخر الشهر على استاد برج العرب ان شاء الله. طب بص، انت خبير بقى في الموضوع ده، عكسي تماما. هو بيتهيألي انه مقر اتحاد الكوره ده لما يتحرق ده له تداعيات على المستوى الدولي، لانه ده تابع لمؤسسه يعني الامم المتحده بتاعت الكوره. مظبوط. ايه التداعيات اللي ممكن تكون على المستوى الدولي للفيفا؟ ايه التداعيات المرتبطه بالمبنى ده؟ كانت المشكله اللي مقابلانا ان هو حصل قلق، وحصلت اتصالات النهارده مع مستر بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، ان هو ان هم كانوا بياخدوا خطوات ان ينقلوا الماتشات الافريقيه او التصفيات اللي هتتلعب على ارض مصر لعدم وجود امان، ولكن احنا بينا ان دي يعني حتى عابره، والناس تفهمت الموضوع، وان شاء الله باذن الله برضو هنحاول ان احنا تبقى اللقاءات على ارضنا. ما اعتقدش عندنا مشكله، احنا الازمه الكبيره اللي عندنا الحقيقه مش في لقاءاتنا ولا مع الاتحاد الدولي، الازمه الكبيره عندنا ان في حاجات كتير اتحرقت النهارده، هي تاريخ مصر والتاريخ اللي احنا دايما بنفتخر بيه، يعني هو ده الحقيقه محزننا كلنا. يعني هو الحاجات دي خلاص دلوقتي تعتبر مفقوده، يعني سرقت خلاص. هو في حاجات اتسرقت وفي حاجات اتحرقت، يعني في ارقام وفي ابحاث معموله وفي ورق في الاتحاد، حضرتك عارف الاتحاد يعني يحتفظ بتواريخ كتير جدا، والحاجات دي لا تقدر بمال. الحاجات اللي اتسرقت حاجات كلها يعني قيمتها في مش في ثمنها، يعني اللي ياخد كاس الامم الافريقيه قيمته مش في ثمنه، واللي ياخد ميداليه قيمتها مش في ثمنها، هو قيمتها في الحدث اللي فيها، يعني ده بيمثل تاريخ، فده يدل عن عدم معرفه، يعني حتى اللي اخذ الحاجات دي ولا هيعرف يبيعها ولا هيستفاد بيها. سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشكرك. شكرا.